أشادت بعثة مصر البارالمبية بالتطور الكبير والحضري الذي لمسته في مدينة العلمين الجديدة. كما عربت البعثة عن سعادتها لالتقاط البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 صورتها الرسمية في مدينة العلمين الجديدة. مع التطور الكبير جدا اللي حصل في مدينة العلمين ومع المظهر الحضاري اللي موجود في مدينة العلمين بقت النهاردة محطة أنظار العالم كله، وفعلا ده حقيقي. يعني كل الناس بتيجي على من أنحاء العالم كله يجوا في منطقة العلمين والساحل الشمالي، وعشان كده احنا اخترنا ان يبقى البعثة المصرية البارالمبية تبقى محطة أنظار العالم من خلال مهرجان العلمين اللي طبعا عليه إقبال غير طبيعي. يعني هم حاسين بسعادة وفخر ان هم جزء لا يتجزأ من 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 الترويج لهذه المدينة الجميلة. انا مش عاوز اقول لحضرتك في خلال ساعتين بس كم الاعجاب من المناظر اللي تم التقاطها على صفحات اللاعبين البارالمبيين. انا بعتقد ان وجود البعثة المصرية البارالمبية موجود ان هو بيدي رسالة للعالم كله ان في مصر هناك مساواة بين اللاعب الاولمبي واللاعب البارالمبي، وده طرق اثر جميل جدا في نفوس ولادنا اللي ان شاء الله يحفزهم يعملوا ميداليات كتير ان شاء الله في الدوره البارالمبيه. والله هي اجواء مميزه جدا، يعني احنا احنا اول مره نيجي هنا ونصور الصوره الرسميه بتاعه البعثه في مدينه العلمين الجديده، فصوره مميزه ان شاء الله. يا رب يكلل بالمجهود ان شاء الله بتاعنا بالنجاح. احنا بقى لنا 3 سنين معسكرين المعسكرات دايمه عشان بنستعد للاولمبيات، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونفرح شعب مصر لان هم دايما هم داعم لينا وهم دايما واقفين في ظهرنا دايما ان شاء الله. دي اول مره اجي العالمين، وان شاء الله باذن الله يعني نكون مش اخر مره، ان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله باذن الله. وكانت طبعا فرصه سعيده ان انا اجي مره اشوفها واشوف ما شاء الله الصرح الجميل دوت، وفي نفس الوقت اكون بلبس البعثه المصريه اللي هتشارك ان شاء الله باذن الله في برلمبياد باريس 2024، وان شاء الله ربنا يجعلها كده بداية انطلاقة وبداية ميداليات كتير ان شاء الله، ونفرحكم وفرح شعب مصر كله. احنا بنستعد لاولمبياد باريس النهارده في مدينة العلمين بالزي الرسمي للبعثة، دي حاجة مشرفة جدا وفخورين جدا بالعلمين اللي عندنا في مصر. والله النهارده الصورة اتصورنا صورة بالزي الرسمي للبعثة، وانبسطنا جدا بسيادة الرئيس بسيادة الوزير اللي كان موجود معانا، وطبعا بنوعد الناس كلها ان شاء الله اللي احنا هنرفع علم مصر في باريس باذن الله. العلمين يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجة كويسة جدا، ودافع لينا الاول قبل البطوله اللي احنا داخلينها، ادتنا الاول ادتنا حيتس وبعد كده ادتنا طاقه ايجابيه.